في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، انطلقت لليوم الثاني على التوالي قافلة طبية بمنطقة جبل تقوق بمدينة أسوان والتابعة لمديرية الصحة. وشهدت القافلة في يومها الأول توقيع الكشف والعلاج بالمجان، واستفاد منها 1253 من المترددين على 10 عيادات تخصصية، إضافة لمعمل الدم ومعمل الطفيليات، كما تم تحويل عدد من المنتفعين للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة لإجراء عمليات جراحية، وآخرين لعمل أشعة رنين مغناطيسي ومقطعية. احنا دلوقتي في القافلة الطبية بجبل تقوق بأسوان، بنستقبل حالات الجراحة وبنشخصها، وأي حالة محتاجة أي وصفات علاجية بنكتبها لها، واللي محتاج أي عمليات بنحوله لمستشفيات وزارة الصحة المحيطة بالمكان، بيعملوا له قرار على نفقة الدولة ويجروا له الجراحة. القوافل دي بتخدم تقريبا 10 تخصصات مختلفة. القوافل ما بتقتصرش بس على فكرة العلاج المجاني أو الكشف المجاني، احنا هنا بنوفر للعيان الكشف بالمجان أو تحاليل متوفرة، الأشعة، العلاج، كمان بنوفر له خدمات أكتر من كده متطورة زي العلاج على نفقة الدولة، ولو العيان محتاج أي عمليات بنحوله لمراكز المتخصصة. تقريبا دي أكتر حاجة بتخدم المناطق البعيدة عن الخدمات الصحية اللي موجودة في المدن. القافلة عبارة عن 10 عيادات، 10 تخصصات، مع في مركز أشعة، في معمل تحاليل سواء دم وسكر أو تحليل بول وبراز،